ديال الخوتو راه شيم في واحد الحاله لا يرشى ليها عبد الصمد، بس ديال راه ما صبرش لا هو لا الاخت ديالو الصغيره، راه ما صبروش. شنقول لك راه حنا كلنا تصدمنا في هذا الصباح هذا، لا اله الا الله وانا اليه راجعون والحمد لله. ومسكين الام ديالو راه كتشوف في الحاله ديالو كيفاش دايره، راه من نهار راه باقا من الصباح وهي كتبكي، راه باقا طايحه الحال لحد الان دابا. وخوت راه تما راه الله يعمرها دار وما تقبلوش مساكن الفاجعه هذه، والله الله يرحمه مسكين في هذه النهار. الله يعمرها دار، والديه كنعرفوهم كابرين معانا وكابر معانا وبحال ولدنا، وراه السيد كان مزيان بزاف كيتعامل معانا مزيان، كنعرفو والديه ومو مورا من بحال اقول عائله، حنايا بحال اقول عائله. السيد ترزينا فيه، ما ترزاش فيه غير مو بواه، ترزينا فيه احنا كاملين. لا الله يعمرها دار، السيد مزيان الله يعمرها دار. والديه كنعرفوهم حتى هما مزيانين، وهاد السيد راه مزيان ما عمرو ادى شي واحد، ما عمرو زعما تعادى مع شي واحد هنا، ما عنده لا عداوه لا والو، كاين لا عداوه لا والو. ويلا بلي سمعت انا دابا، يلا لقيتيني انا، يلا دخلت من الخدمه سمعتها جاي عند والديه باش نشوفهم، راه قلبي تفجع عليا انا، قلبي زعما تفجع عليا هذا الخبر. باقي دابا انا بحال نقول شي حاجه وقع لي انا. نقول لك اخر مره ما بقيتش شفتو، نقول لك دابا جايه واحد 6 شهور هذه ما شفتوش، حتى عان مع الخدمه هو ما كنشوفوش. مازال والديه كنتلاقى معاهم، مع مو كنت ساكنه وعائلته وحدانا، وكان عايش مع مو ديالو تا هو اللي هاز المسؤوليه ديال والديه وكلشي. ما عرفتش شحال ديال الوليدات عنده، حتى ما كنعرفها مو با اللي كنعرفهم بزاف.